شهوة وكرام من زد الأهالي وبحضور قادها إعلاميا وتعليقا جميلا أبو عبد الله مشكور مشكور. وأيضا خليتنا اليوم أيضا الحقيقة هدوء اليوم هدوء أيضا في النقل الحي والمباشر والنظام اللي أيضا رتبته يا سيف أيضا نظام جميل حقيقة وهدوء ونقل مباشر بكل مشاعر أيضا الفوز والناموس للجميع. إذا مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء في كل مكان وعبر أثير إذاعة رأس الخيمة انطلق الشوط الرابع. والشوط الرابع أيضا جائزته عبارة عن سيارة مقدمة من السيد أحمد بن سيف الزفين. مشكور 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 لأحمد بن سيف الزفين. وأيضا نشكر الحقيقة الأخ العزيز علي بن هزيم المسافري أيضا على التواصل المستمر. إذا الشوط الرابع ومع هذه الانطلاقة ومع هذه السيارة من أحمد بن سيف الزفين أحيل الميكروفون للزميل حمود بن راشد اليماحي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير أيها الحفل الكريم. على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة الشوط الرابع الخاص لسن اللقاية الجعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. المسافة 5 كيلومتر خصص إلى هذا السن في أيضا ثالثة أيام المهرجان الذي يقام على إمارة رأس الخيمة في ميدان السوان درة ميادين الأصايل. أيها الحفل الكريم، المسيرة تسير ونحن نسير لكي نوافيكم بانطلاقة هذا الشوط على بركة الله تعالى. هنا أيضا الختم من يسيطر على المركز الأول سويدان بن محمد بن سالم العامري، من أيضا يسيطر على المركز الأول وعلى زمام الأمور، ولكن ينخطف المركز الأول. هناك التواجد من متعب لراشد بن ناصر بن راشد المنصوري من يطلق عنانه أيضا متعب على المركز الأول. المركز الثاني هناك الدخول على المركز الثاني من الجنب الثاني. يا سلام يا هي انتقالة حلوة. الله الله الله، الريان من يعلن تواجده على مقدمة هذا الشوط لراشد بن بطي بن محمد المري. الله يا المري منتقل انتقالة حلوة إلى المركز الأول مع الريان. المركز الثاني يأتي هنا على ثاني المراكز حفلنا الكريم، مهدي على ثاني المراكز لمنصور بن علي بالخصم الاشتبي. المركز الثالث الدخول في هذه اللحظات اللي تدخل الآن وانتقل انتقالة حلوة إلى المركز الثاني. وعين على مقدمة هذا الشوط رياض راشد بن سعيد بن منانة الاشتبي منطلقة مع هذا الشعار المركز الرابع. حفلنا الكريم أصبح من نصيب المركز الرابع السيد المبارك بن بطي بن ثيمان الشامسي منتقل على رابع المراكز. الدور دور المركز الخامس. حفلنا الكريم أصبح من نصيب المركز الخامس. هنا الدخول في هذه اللحظات من مسير لحمدان بن محمد بن سالم الاشتبي. الدور دور المركز السادس. حفلنا الكريم أصبح من نصيب شاهين المظفر بن راشد بن سعيد الورع العفاري. المركز الثامن أو السابع أصبح من نصيب سابع المراكز. حفلنا الكريم شاهين لعلي بن خليفة بن بليشة الاشتبي. الدور دور المركز الثامن أصبح من نصيب شاهين لراشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي. المركز التاسع أصبح من نصيب شاهين لعتيج بن محمد بن زيتون المهيري. وعاشر المراكز حفلنا الكريم أصبح من نصيب مختار
او براق لاحمد بن راشد المحرمي الاشتبي. هذه نتيجتنا وهذا ندائنا الى العشر المراكز الاولى المتقدمه. وجائزه هذا الشوط عباره عن سياره، الله يا السياره، مقدمه من السيد احمد بن سيف الزفين. شكرا يا ابو شاب على هذا الدعم المستمر لانطلاقه هذا المهرجان. شكرا الى جميع المشاركين والمساهمين في انطلاقة المهرجان، مهرجان السوان. ايها الحفل الكريم، نعود والعود احمد الى صدارة هذا الشوط والى مقدمة هذا الشوط. رياض من يسيطر على زمام الامور لراشد بن سعيد بن منانة لاشتبي، الله يا ابو سعيد، المركز الثاني. الدخول في هذه اللحظات من بسير حمدان بن محمد بن سالم لاشتبي المتابع في هذا الشوط، المركز الثالث. الدخول في هذه اللحظات من مهدي منصور بن علي بالخصم لاشتبي، ولكن ننتقل الى المركز الرابع من الجنب الثاني. الله الله الله، هناك الدخول بن شاهين لراشد بن عبد الله بن احمد المزروعي، يتدخل في هذه اللحظات وينتقل انتقالة حلوة للمركز الثالث. المركز الرابع حفلنا الكريم اصبح من نصيب شاهين لعلي بن سعيد بن عبد الله الكلباني. المركز الخامس يتدخل في هذه اللحظات الحذر، اول اذاعه للحذر لمحمد بن عبيد بن سويد العامري، المركز الخامس. الله 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 على التغيرات التي جرت وطرت على مقدمه هذا الشوط. ولكن نعود والعود احمد، هناك السيطره، هناك رياض، رياض من ينتقل انتقاله حلوه الى المركز الاول وما زال مسيطر على زمام الامور، يتربع على عرشه الصدارة الملكية لراشد بن سعيد بن منانة الاشتبي. ولكن المركز الثاني هناك شاهين راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي، من ايضا يدفع بشاهين على المركز الثاني والمركز الثالث. ولكن التغيرات التي جرت وطرت المركز الاول، نعود ايها الحفل الكريم والعود احمد الى مقدمة هذا الشوط الى السيطرة. هناك التغيرات التي جرت وطرت، ما شاء الله، ما عرفنا الرقم اللي ايضا مدون على ايضا على هذا القعود والامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة غير مدون عندنا حفلنا الكريم. ولكن من الجنب الثاني الدخول في هذه اللحظات ايها الحفل الكريم، هنا على المركز الثاني، المركز الثاني، الله 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 الله، المركز الثاني اللي غير الان وانتقل الى المركز الاول. كان الدخول جماعي حفلنا الكريم، ولكن هنا ايضا المراقبة كانت أيضا على ما أعتقد اللي هو من يحمل رقم 36 اللي هو مفوض لمحمد بن راشد بن عبيد الظاهري، من يسيطر على المركز الأول. المركز الثاني يأتي على المركز الثاني على ما أعتقد اللي هو غير مدون عندنا أيضا في المركز الثاني، وبقية المراكز كان دخول جماعي. ولكن هنا أيضا كان مفوض من ينتزع المركز الأول، تهاني لمحمد بن راشد بن عبيد الظاهري. وبقية المراكز حتى المركز الخامس كان دخول جماعي. نترك مسؤولية إلى اللجنة العليا المنظمة لهذا أيضا المهرجان. التوقيت الزمني أيها الحفل الكريم 7 دقائق، التوقيت الزمني الذي قطعه مفوض 7 دقائق. مخرجنا التوقيت الزمني 7 دقائق 36 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن راشد بن عبيد الظاهري على فوز مفوض في المركز الأول، وبقية المراكز كان دخول جماعي. نرجع بالميكروفون إلى الزميل محمد غانم مصطفى. ومستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا أيضا العمل الفني الجديد، ونشكر الشاعر عايض بن خطروش الاشتبي على هذه الهدية الجميلة لمهرجان رأس الخيمة الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نبقى مع هذه القصيدة وهذه الكلمات.
كل قمر اللي صار بدر ومكتملي شوفت محمد شرى هذا المدى.